أبدأ الكتاب توقيع كتب لإعلاميين ومثقفين وكتاب والعديد من الحفلات اللي عم تشكل بوابة للقاء الكاتب بقرائه. وقع أخيرا طبعا الإعلامي حسين مرتضى كتابه تحت عنوان دروس من الحرب النفسية على سوريا، يا رسالة وتفاصيل. حاولنا في هذا الكتاب أن نسلط الضوء على أنواع الحروب، ما الذي تعنيه الحرب النفسية وما الذي تعنيه الحرب الناعمة، أين تستخدم الحرب النفسية وأين تستخدم الحرب الناعمة، لأن هناك لغط كبير لدى الكثير من الناس بأنه يعتبرون أن الحرب النفسية هي نفسها الحرب الناعمة. لا، هناك أساليب تستخدم وهناك شيء بعيد المدى. من هذا المنطلق أخذنا بعض الشواهد على ما جرى على الساحة السورية ووضحنا بأسلوب شبه أكاديمي لنستفيد جميعا من هذه التجارب ونستكمل، لأنه في المرحلة القادمة أعتقد بأن الحرب أكثر ستكون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون هناك تأثير أو محاولة التأثير على وتشويه الانتصارات التي حققها الجيش السوري. من هنا يجب علينا أن نواكب هذه التطورات لنعطي الصورة الحقيقية للواقع الموجود في سوريا. أهمية هذه المعارض وإقامتها هو إعادة الاعتبار إلى ثقافة المقاومة، مقاومة الفكر التكفيري في البداية، مقاومة الصهيونية والاستكبار العالمي، إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في الشارع العربي والسوري بشكل أساسي من خلال يعني عدد كبير من الكتب والعناوين التي تخص القضية الفلسطينية ودور النشر الكثيرة التي روجت لهذا الأمر، بالإضافة إلى رصدنا لعدد كبير من كتب توثيق الحرب على سوريا كجزء من توثيق الذاكرة الشفهية للناس، توثيق سير الشهداء التي تعتبر تأريخ لهذه الحرب وتضحياتهم التي أدت إلى تطهير الكثير من الأراضي السورية وبسط الأمن عليها وإعادة الأمان إليها وحماية المدنيين.